نظرا للبدايه الموفقه ديال نهضه سبركان اللي 9 نقاط والوداد عنده 6 نقاط، ولكن هذا ما كيمنعش ان الوداد غتكون ان شاء الله في نهارها، ولكن حنا بيضاويين الوداد فرقه وان شاء الله غتربح بركان. هادو هما التوقعات اللي كاينين، يعني دوك الانتصارات ديال بركان غتوقفهم ليها الوداد في هذا الماتش هذا ان شاء الله، غتكون الكلمه للوداديين، وحنا تيقين في اللعابه ديال الوداد ان شاء الله غادي يكونوا في نهارهم. نظرا للنتائج المتذبذبه ديال فريق الوداد، الجمهور الودادي بدات عنده واحد النوع من الشك سميتو في المسار الكروي ديال عادل الرمزي، ولكن كنظن انه اذا بقاو النتائج بحال هكا راه ولا بدا غادي المدرب غيتبدل، لان الوداد فرقه كيخصها مدرب كبير. السلام عليكم. غدا ان شاء الله الماتش ديال ان شاء الله غتبان لنا الوداد رابحه، فريق جمهور ناصر البيضاء الوداوي ان شاء الله غيكون ماتش جيد غدا، غيكون لقاء جيد وغيكون رباح ان شاء الله، وغدا غنحسموا البطوله وغنحسموا كل شيء ان شاء الله. واخويا اش غنقول لك، كنتمناو من التغيير عادل الرمزي، حيت ما مدرب ما والو، تما شي مدرب يكون زوين بحال عموته ولا شي مدرب زوين، نتمناو الوداد وعاش فريق الوداد. التوقعات ديالي غتكون 3-0 بليس غيطلع الباتش، باينه 3-0 ولا 4-1 باينه، غتربح الرجاء، غتربح بركان، الوداد غتربح ان شاء الله غدا ان شاء الله الا بغى الله، كلشي باذن الله، وغنتفرجوا ان شاء الله في الوداد غدا. السلام عليكم. كاين مباراه الوداد البيضاوي ونهضه بركان، لاعبين في بركان، ومباراه تكون قويه لان فريق نهضه بركان 3 ماتش 3 فيكتوار 9 بوان، بركان قادم بقوه، بركان برتقاله المره، ولكن احسن كادو احسن هديه غادي يديها فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله للجمهور ديالو، والرجوع ب3 نقاط ان شاء الله، واخا المباراه صعيبه باش يشدوا التوازن ديالهم ويرجعوا للسكه الصحيحه فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله. حتى ديك النقطه ما بغيناهاش، يجيبوا 3 بوان ان شاء الله، ويجي جمهور ناشط من بركان ان شاء الله، تبدا هي ديك الانطلاقه ديال فريق الوداد البيضاوي، داخل رابح خارج رابح ان شاء الله. وفريق الوداد البيضاوي قاده فريق الوداد البيضاوي راه تيكبر في المباريات الكبار، سيرتو عنده 6 بوان الاخرين في بوان لا فيكتوار، يوليو بجوم في الطابلو، يجيو بجوم بروميانين ان شاء الله. وان شاء الله هذه المباراه هذه غادي الدراري غادي يديروا، غتبان لك الصوره الحقيقيه ديال الوداد ان شاء الله مع نهضه بركان ان شاء الله.